مرحبا يا شباب، كيفكن؟ شو الأخبار؟ عساكم بخير. اليوم في لعبة مميزة بدنا نجربها ونتسلى فيها، وطبعا هي فقط تجربة. الجيم هي ماريو ضد ديكي. طبعا هي الجيم لسه ما نزلت، لكن رح تنزل بمنتصف الشهر تقريبا يوم 16، لكن الشركة طرحت مثل ديمو أو تجربة بس عشان تلعب فيها وتاخد فكرة عنها. أتمنى شركة نينتندو ما تأذيني بالفيديو، لذلك أنا يعني بدي ألعب نسخة الديمو بس. اليوم رح نتسلى بالنسخة سوا، والله يستر بس. اللعبة كتير حلوة، تشبه ماريو ميكر. حملت الديمو على سويتش، والله يستر بس. عطيني لايك واشترك إذا كنت جديد، وخلينا اليوم نشوف الجيم. أوكي، مثل ما أنك شايف حملت النسخة تبعت التجربة، وخلينا نعمل بلاي ديمو وخلينا نشوف. أظن في هون 6 مراحل، يمكن هي بس التجربة. أنا رح ألعب المرحلة الأولى. أوكي، طبعا هو بيسألك بتحب المود الكلاسيكي او مود جديد. انا حطيت الكلاسيكي. تعال نشوف. اوكي ديكي، شوف بدنا نلحق الباب مبدئيا. اوكي تعال نشوف. اوكي، التحكمات هي قفز. او شوفوا فوق، في وقت، في توقيت بدك تحاول تمشي فيه. حلو، الأحمر يفتح الأحمر والأزرق يفتح الأزرق. آه شوف، هاي تخليك تقفز. هاي شو هاي؟ آه شوف، تعلمك. أوكي، فيك تمسك المفتاح وترميه، مو بس المفتاح، الأغراض كلها. طب سؤال، واو شوف في توقيت. أوكي، أخذت الهدية وفتحت الباب بالمفتاح. حلو، لحد الآن كل شيء تمام. آه شوف، ضف لك وقت إذا انتبهت. ضف لك وقت. أوكي، ما فيها غير قفزة واحدة. واو شوفك تعمل قفزة للخلف. شو هاي؟ شو هاي النهاية؟ معقول؟ آه شوف هاي النهاية. أوكي اسمع، بدنا ناخد الهدايا كلها. طيب خليني اعيدها. اوكي طلعت هي النهاية، لما تاخذ ماريو بالفقاعة هي النهاية. اوه شوف فتح لك بس كم وحدة. طيب خليني ارجع اعيدها وناخذ الهدايا كلها. هالمرة فهمنا كيف. ترى المبدأ سهل لحد الآن، بس شو هي؟ كالعادة ما قدرت اخذها. طيب بس شوف، ترى فيك تعمل فيها مثل سبيد رن، يعني فيك مثلا انك تاخذ الهدية بدون ما تنزل لتحت. والله حلوة. اوكي لسه في هون هدية تانية وحدة. اوكي والله توقعت. شوف فيك تمسك وترمي. هي حكالك ياها لما اخذنا المفتاح. شو هي؟ اه شايف، فيك تمسك الوحوش كمان. الو شوف فيك تمسك الوحوش. ممتاز، أخذنا الهديتين هون بهذا الليفل، وأظن حليناه كله. حلو كتير، شوف لك. أوه عطاك نجمة ذهبية، معناتها حليت الليفل صح، تمام. خلينا نشوف اللي بعده. رغم هيك اثنين ما فتح. رغم هيك اثنين ما فتح. طيب مو مشكلة، خلينا نشوف هي. هالمرة شوف كيف بدأنا، لكن شوف شو رح نعمل، رح نغير الستايل الجيم. خلينا نحطه هيك. اوه شوف غيرنا ستايل الجيم، تعال نشوف كيف بيصير. معقول شكل ماريو؟ الو شوف بيعلمك كيف تقفز للاعلى. هات، يمكن ما تصدق تحكماتها كتير تشبه ماريو ميكر بشكل مو طبيعي. اوه شوف الموسيقى، شوف كيف ماشي انا. حلو، هات هات هات. هي شو؟ تشيك بوينت يا اخي. انا متاكد هي تشبه ماريو ميكر، لا تسالني، انا متاكد. انا متاكد هالمره غير. كنا مفكرين ماريو ووندر هي تشبه ماريو ميكر، لكن هي. شوف تشيك بوينت. ايوه اسمع. 1 2 3. روح والله كفو يا اخي. اسمع فوق النهاية، انا ما بدي النهاية.
والله عرفت. شوف، تحط الوحش بتخليه ياخذها كود. اوكي حلو حلو. اوف شوف فوق الوقت كاتب لك انفينيتي، يعني مو كل المراحل فيها وقت. حليناها. اوكي يمكن لما تغير نوع الجيم يصير الوقت انفينيتي. انا متاكد يمكن لما تحطه كلاسيك يصير الوقت مثل ماريو ميكر. ايوه يعني هي انت حسب شو بتحب. مبدئيا فكره الجيم كتير حلوه وقريب كتير من ماريو ميكر، لكن في مشكله اسلوب الجيم يمكن ياثر على التوقيت. خلينا نشوف الليفل رقم 5 ونحكم بعدين. شايف الوقت محطوط انفينيتي. طيب خليني نرجع نحط كلاسيك. شايف كاتب لك تحت هي للاعبين اللي بدهم تحدي، لكن هي للاعبين اللي بدهم يرتاحوا بالجيم. اوكي نحن خلينا نحطها تحدي اكسترا. وشايف طلع الوقت بالاعلى. خلص بس. اوكي وفهمنا الجيم. حلو شوف ترميها. طيب لحظة شوي، هاي شو تعمل؟ عاد خليكونيك انت بس لحظة. شوف والله يمكن فهمتها، والله يمكن فهمتها. شوف المرة ننزل من هون. اوه خسرت ونهيت كيل. اوكي خليني اعيدها خليني اعيدها. انا كنت مفكر انه معك مثلا ضربة تنتين بس. خليك شوي نفهم الموضوع، خلينا نفهم الموضوع. بدي احمل المفتاح، انا مفكر انه تاخده. لساتني بعقلية ماري ميكا. عفوا روح. والله هي شكلها بتساوي تحدي هي. شايف؟ والله شكلها بتساوي تحدي هي معي. اوه شوف والله صعبة. بدك تنتبه هون. اوه كنت كبست الزر. والله كفو شوف دخلت. حلوة حلوة عن جد تحدي. الوقت والمفتاح تحدي. اوكي شو هاي؟ طيب اوكي. ياه حلو خلاني عيد من هون. حلو كتير. ما بيوصل. حلو فيك تساوي قفزتين. شوف هون في نار. ما فيك تقفز. يلا ابتعد. مش كاي النهاية ما بدي اخدها. الو شوف هاي صاروا 3 هدايا. تمام يلا اقفز. والله حلوة والله حلوة اخدتها. اوكي والله حلوة. اسمع فيها مثل طعم التحدي لما تحطها كلاسيك. اوكي كلاسيك بتصير ماري ميكر، كاجوال بتصير ماري ووندر. تماما. طيب هي حليت 3 مراحل. شوف بيحكي لك فيك تلعب كمان لسه مع لاعب تاني. فيني العب هي ولا خلاص؟ تعال نشوف. شوف اوكي خل نفهم. اوكي اوكي اوكي. شوف هم بيمشوا تحت ليجمعوا مثل الارقام او الاسماء الاحرف يعني. بدي خليهم هم يجمعوهم. ايوه طيب كيف بدنا نساويها هاي؟ حلو شوف شوف تعالوا تعالوا كلكم. اوكي هي سهلة يبدو.
لازم الكل يكون. لسه في واحد؟ لا لا تمام. سهل سهل سهل. والله حلو. شوف بدك تجيبهم كلهم على العلبة وتاخذ العلبة معها. يا اخي الجيم حلوة، الجيم حلوة. لازم الكل يكون معك عشان تاخذ النجمة الذهبية، لازم الكل يكون معك. والله رائعة. شوف اظن الجيم هون خلص. شايف بيحكي لك هون انه مثل فيديو صغير عشان تشتري اللعبة. شايف هي لقطات من الجيم، هي لقطات من الجيم. اوكي والله الجيم رائع بصراحة، الجيم رائع بصراحة. طلع بالله تفرج. او جليد، انت تخيل فيها وقت وتحدي، يعني جليد وتحدي. شوف مفاتيح وتكسير احجار، واو. ومو بس هيك، فيها تشغيل مخ، معك اشخاص تانيين لازم يمشوا وياخذوا الاشياء بالمكان الصغير اللي انت ما فيك تدخله. واو شوف لك فيك تلعب انه لاعبين كمان. كفو يا الجيم، كفو يا الجيم، والله كفو يا الجيم. شوف لك بس المرة هو البوس هون. واو شايف هذا هو الديمو، خلص هذا هو. شايف بحكي لك انه روح اشتري الجيم. طبعا حاليا ما فيك تشتريها حتى يوم 16، لكن فيك تحجزها من هلق، يعني تدفع مسبقا والجيم ما تنزل عندك. والله اللعبة رائعة جدا، شايف والله اللعبة رائعة جدا. هاي هي تجربة الجيم، وطبعا النسخة بتكون جدا محدودة، بس عشان تاخد فكرة عن اللعبة، واذا حبيت انك تشتريها تشتريها. بصراحة اللعبة كتير حلوة بنظري، وبعطيها من 10/10 لانه جمعوا بين ماريو ميكر وماريو ووندر. ومو بس هيك، صار في شخصيات جديدة اللي هم انه في شخصيات صغيرة تمشي معك وبدك تحاول تاخدهم للمكان الصح وتوصل للمكان الصح يعني باسرع طريقة. في توقيت، في توقيت بالزاوية ما بينتظرك. فيك تلعب الجيم مع وقت اللي هي لعبة التحدي، وفيك تلعب بدون وقت اللي هي لعبة الريلاكس. سعر الجيم بشكل تقريبي حاليا بين $50 أو $60 حسب منطقتك ودولتك. انا اظن توصل 55 أو 50، مو اكتر من هيك. لكن الجيم رائعة جدا، اعطيني رأيك فيها بالكومنتات. شكرا كتير لك ولمشاهدة الفيديو. لا تنسى تعطيني لايك وتشترك اذا كنت جديد. دائما نلعب شغلات مميزة وحلوة. اشوفك في فيديوهات قادمة. مع السلامة.